ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس ياسر دبابش مراسل الغد. ياسر، أسأل أولا عن أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي اليوم. تحية لك حسين. أهم ما جاء هو المناشدات لرئيس الدولة الباجي قائد السبسي، وكذلك الحال يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي، بالإضافة للأجهزة المختصة الشرطة والأمن بضرورة المحافظة على الوثائق التي تحتويها الغرفة السوداء في وزارة الداخلية التونسية. هذه الوثائق التي قالت هيئة الدفاع بأنها تدين حركة النهضة الإسلامية وتؤكد تورط عناصر منها في عمليات الاغتيال السياسي في البلاد منذ عام 2011 إلى حد الآن. كذلك قالت الهيئة بأن هذه الوثائق تؤكد تواصل عناصر من النهضة مع قيادات بارزة في الحركة في خضم يعني دعنا نقول عمليات الاغتيال السياسي التي وقعت في تونس. على كل الأحوال هناك كانت المزيد من التفاصيل والأحاديث حول الشهود وكذلك الحال الأدلة التي تحدثت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد. ولكن ياسر يعني هنا كيف سيتم كيف سيتم الحفاظ على أوراق القضية؟ والهيئة قالت بالفعل إن هناك قيادات سياسية وأمنية مقربة من حركة النهضة قامت بسرقة هذه الأوراق. نعم، الهيئة قالت بأن هناك بعض القيادات التي تتواصل مع حركة النهضة، منها قيادات أمنية سابقة، يعني يدور الحديث والنقاش والضغوطات من حركة النهضة على هذه القيادات في محاولة لإنهاء وإغلاق الملف، أو حتى كما تقول الهيئة سرقت هذه الوثائق والمستندات. 4 سيارات تابعة لأجهزة الأمن في خضم ما تقوله الهيئة من تفاصيل سردتها أمام الصحفيين والإعلاميين بأن هذه السيارات قد تمكنت من نقل هذه الوثائق منذ يعني سنوات إلى الغرفة السوداء. لكن كان هناك حسين النداء الأخير والمناشدة الأخيرة للرئيس التونسي بتفعيل أيضا مجلس الأمن القومي في البلاد وعرض الموضوع والتطورات والمستجدات. أيضا أعربت الهيئة عن تخوفها من محاولات لحركة النهضة الإسلامية للسيطرة على هذه الأوراق التي تؤكد وتثبت تورط عناصرها بتكوين جهاز عسكري هو المتهم الرئيسي بعمليات الاغتيال السياسي في البلاد. حركة النهضة إلى حد هذه الساعة على لسان قياداتها ومتحدثيها تنفي هذه الاتهامات، بينما بعض الدوائر الرسمية أيضا تلتزم الصمت، وهو هذا ما تساءلت عنه هيئة الدفاع خلال المؤتمر الصحفي الذي تم الانتهاء منه فعليا منذ قليل حسين. نعم، الزميل ياسر دبابش مراسل الغد كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.